بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بتبسيط عبارة كسرية، يعني علينا أن نبحث عن النتيجة لهذه الكسرة. إذا ننطلق على بركة الله في الحل. إذا أولا عندنا واحد على واحد ناقص بي في واحد على واحد زائد بي. هنا بما أن أبنائي يعني كسرة في كسرة، ما علينا أن نستعمل البسط في البسط والمقام في المقام. يعني ماذا ينتج أبنائي؟ سوف نلاحظ. إذا سوف نضع خط كسر هنا لأنه هكذا، وخط كسر هنا كذلك. إذا لاحظوا ماذا ينتج. ينتج العمل هو البسط في البسط والمقام في المقام، يصبح لنا واحد على ماذا؟ على واحد ناقص بي في واحد زائد بي، اللي هو المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة، يعطينا واحد ناقص بي مربع. أنا درستم أ ناقص بي في أ زائد بي، درستم أنها تساوي أ مربع ناقص بي مربع. عندنا كذلك بعد ما أكملنا في البسط الآن إلى هنا إلى المقام، ما علينا الآن إلى التفكير في ماذا؟ في توحيد المقامات. ما هو المقام المشترك؟ يعني المقام المشترك أبنائي، لو نلاحظ جيدا، هذا مقامه في الأصل واحد. حتى يصبح له مقام مشترك مثل بي مربع ناقص واحد، علينا أن نضرب في نفس العدد اللي هو بي مربع ناقص واحد هنا، ونقسم عليها اللي هي بي مربع ناقص واحد. هذا هو توحيد المقام. الآن ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج لنا هذا العمل. نتابع جيدا نقطة بنقطة حتى نتعلم. إذا يصبح لنا بي مربع ناقص واحد زائد، لاحظوا، اثنان ناقص بي مربع، هكذا تابعوا، سوف نقوم بهكذا، على ماذا؟ على بي مربع ناقص واحد. قمت بتوحيد المقام فقط. أعيد، ربما فيكم من لم يفهم توحيد المقام. هنا المقام في الأصل واحد، لكن حتى نجعله مثله، يعني علينا هنا بي مربع ناقص واحد، والواحد نضربه في بي مربع ناقص واحد، هكذا بي مربع، حتى يصبح المقام مشترك. الآن بعد ما لاحظوا على ماذا تحصلنا، سوف نكمل العمل. نتابع جيدا أبنائي. إذا سوف نقول هكذا، تصبح تساوي، ونأتي بخط الكسر الآخر كذلك، ها هو أمامكم، لاحظوا، ثم نأتي بخط الكسر الآخر اللي هو هذا. ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج واحد، ركزوا، أن عندنا قاعدة أنه كسر على كسر، سوف نكمل، تصبح واحد على واحد، لاحظوا جيدا. إذا قلنا واحد ناقص بي مربع، وعندنا هذا مع هذا يذهب، يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا واحد على بي مربع ناقص واحد، لأن بي مربع مع الناقص بي مربع يذهب، والناقص واحد مع الاثنان يعطينا واحد. لكن لو نلاحظ جيدا، عندنا خاصية درستموها، هي أ على بي الكل على سي على دي. تقول القاعدة هذا يبقى كما هو، إذا أ على بي في ماذا؟ في دي، في دي على سي، هذا ينقلب. هذه خاصية درستموها، خاصية مقلوب كسرة. إذا ماذا ينتج أبنائي؟ نلاحظ جيدا ماذا سوف ينتج. ينتج هذا العمل، إذا يصبح هكذا، تساوي ماذا؟ الآن هنا يعني تصبح هكذا، ركزوا، في ماذا؟ في، لاحظوا، في هذه العمل هنا هكذا. ماذا ينتج؟ ينتج واحد على واحد ناقص بي مربع، وهذا ينقلب، يصبح ماذا؟ يصبح بي مربع ناقص واحد على ماذا؟ على واحد. نتابع جيدا أبنائي، لو نلاحظ ونركز أن بين هذه القيمة التي أوضحها هنا، يعني هذه وهذه، نرى أنه لو نضرب هذه القيمة في الناقص واحد، ونضرب في البسط وفي المقام، يعني هنا نضرب في ناقص واحد
وهنا نضرب في ناقص واحد، يعني لا يحدث شيء. نضرب في نفس العدد ونقسم على نفس العدد، لا يحدث شيء في الكسور. إذا ماذا ينتج أبنائي؟ سوف ينتج هذا العمل، تصبح تساوي ماذا؟ لاحظ، يصبح ناقص واحد في ماذا؟ لما نضرب هذا الكليين في الناقص تصبح بي مربع ناقص واحد في ماذا؟ في، لاحظوا جيدا هكذا، في بي مربع ناقص واحد على واحد. لكن بما أنهم في فيجوز الاختزال هذا مع هذا، ماذا سوف ينتج أبنائي؟ ينتج لنا ناقص واحد على ناقص على زائد واحد لأنها هو الواحد، وتعطي لنا ناقص واحد. إذن كل هذا العمل أبنائي قد أعطي لنا في الأخير، هذا كليا أعطي لنا ناقص واحد فقط. إذن أكرر، إذن البسط في البسط هذا والمقام في المقام، وهنا فكرت أن أوحد المقامات اللي هي بي مربع ناقص واحد وهنا بي مربع ناقص واحد، ثم أكملت ثم جعلت مقلوب الكسرة. لما جعلت مقلوب الكسرة فكرت أن أضرب هذا في الناقص واحد وهذا في الناقص واحد حتى تصبح المقام يجوز الاختزال، معنى يصبح هذا يختزل مع هذا، تبقى لنا ناقص واحد على واحد تعطيها ناقص واحد. وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح، وزوروا موقعنا لصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.